يا اهلا بكل حضراتكم، عودة من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وهنروح دلوقتي معاكم ونتابع سوا اخر اخبار النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية وكمان أنشطة اللجان. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده راحة سلبية على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمواجهة القادمة اللي هتكون أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في تمام التاسعة مساء. يعني خليني أقول لكم إنه مسألة الفوز في المباريات دلوقتي اصبحت حياه او موت عند لاعبين النادي الاهلي، طبعا للحصول على الدوري، وان شاء الله الدوري هذا الموسم ايضا هيكون في بيته هنا في الجزيره. كمان خلوني اطمن كل مشاهدين قناه النادي الاهلي انه دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم طمنا انه حاله اللاعب بدر بنون في تحسن مستمر. النهارده اللاعب هيعمل مسحه للاطمئنان على حالته، وبعدها يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركات الجماعيه. يعني طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع يشارك مع الفريق بصوره طبيعيه. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. رجال كره اليد بيستعدوا جيدا جدا، يعني عندهم نهائي السوبر الافريقي امام الزمالك هيكون يوم 17 اغسطس هنا في مصر. كمان خليني اقول لكم ان المباراه كانت الاول هتقام في المغرب يوم 22، لكن تم نقلها هنا في مصر طبعا لان طرفي المباراه من مصر زي ما قلت نادي الزمالك. بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق. كمان خلوني اقول لكم انه رجال كره اليد بعدها مباشره هيكون عندهم بطوله كاس الكؤوس في المغرب، وهتبدا يوم 24/8. زي ما قلت لكم الفريق بيستعد بشكل جيد جدا، يعني خاض مباراتين وديتين. المباراه الاولى كانت يوم الاربعاء امام الطيران، قدر رجال كره اليد يحسموها لصالحهم بنتيجه 40-25، والمباراه الثانيه كانت امام هليوبلس يوم الخميس اللي فات، وبرده قدر رجال كره اليد يحسموها لصالحهم بنتيجه 44-26. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب في تمام الرابعه العصر، بنتمنى له طبعا كل التوفيق. كمان سيدات كره اليد النهارده بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تمرين الساعه 6 هنا في الصاله. وخلوني كمان افكر جميع مشاهدينا ان بدايه منافسات سيدات كره اليد هتكون يوم 27/9 طبعا في الموسم الجديد. واستكمال الحديث عن تدريبات الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، فريق تنس الطاوله النهارده هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 11 الظهر، وبعد كده هيكون في فتره مسائيه الساعه 7. وكمان الحقيقه تنس الطاوله بيستعد جيدا، يعني خلاص عنده بطوله في خلال ايام قليله وهي بطوله الانديه العربيه، هيغادروا للاردن يوم 16/8. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. المواجهات هتكون من يوم 17/8 حتى يوم 23، وان شاء الله يعودوا من الاردن مبسوطين ومحققين اعلى الارقام زي ما عودونا دايما. كمان سيدات كره السله النهارده هيكون عندهم راحه من التدريبات، يعني زي ما احنا عارفين طبعا ان هم استأنفوا تدريباتهم يوم الخميس الماضي استعدادا للموسم الجديد. النهارده هيكون في راحه من التدريبات، يعني طبعا بيبداوا يعودوا للتدريبات مره اخرى تدريجيا لاعاده لياقتهم البدنيه والفنيه استعدادا بقى للموسم الجديد واللي هيبدا يوم 17/10 في بطوله الدوري المرتبط. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطه اللجان. حابه افكر جميع مشاهدينا اعضاء النادي الاهلي ان صالون الثقافي لشهر اغسطس هيكون هذا الاسبوع بالتحديد يوم الاربعاء 11/8، هيكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره في صاله في قاعه عفوا فكري اباضه. صالون هيناقش كتاب ربع جرام للكاتب عصام يوسف، وهيدير الندوه الكاتب الكبير فتحي محمود. يعني طبعا الصالون الثقافي بتنظمه اللجنه الثقافيه بالنادي تحت اشراف اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه، وده الحقيقه بيثبت الحقيقه دور النادي الاهلي المجتمعي مش بس الرياضي. يعني دي ابرز اخبار الفرق الرياضيه وكمان أنشطة اللجان. كمان يا كريم والهواند خلوني قبل ما أختم كلامي يعني أقول لكم الأجواء داخل النادي. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 34، وفي سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي النهاردة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم مراسلة قناة النادي الأهلي.